مرحبا وشعنين مباركة لكل الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الغربي. بالعودة لموضوعنا، نظمت وزارة البيئة الأردنية ورشة عمل حول التعريف بملوثات المناخ والهواء الناتجة بشكل أساسي من عوادم السيارات والمصانع، وناقشت الورشة مسببات ملوثات المناخ واللي عم بتلوث الجو بغاز الميثان وثاني أكسيد الكربون المضر بصحة الإنسان. بالنسبة لطقسنا شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع حرارة معتدلة رطوبة مرتفعة، بحر مرتفع الموج بسبب الرياح القوية وحرارة 122 درجة. واليوم طقسنا غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات بساعات الليل. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول لحد اليوم 601 والسنة الماضية 507 والمعدل العام السنوي 690. ننتقل هلا إلى جولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 15، على المرتفعات 10، بالبع 6 والأرز درجتين، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 22 بالقبيات، 24 التل، 10 حتشيت و 12 العقورة، أما 19 القاع و 10 بكفر دبيان، بسكنتا 13 وبعبدا 24، مجد اليون 24. الرطوبة بتتراوح بين 50 و 80%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و50 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين اللي جايين؟ ف 15-24، الثاني 16-25، والثالثة 16-26. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ تحديدا مشوارنا من عمان 20، دمشق 21، القدس 20، ننتقل من بعدها إلى تونس 16 مع أمطار، ومننهي مشوارنا ببرلين درجتين. وهيدا كان كل شيء. باي.